بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكريم احمد سويد حميد المعضي. الاخ احمد، اريدك تعطيني نبذه عن البلاد اذا سمحت. ايش موجود في البلاد؟ ايش الاكثر اللي يزرعون الناس هنا؟ المانجو يزرعوه كثير. والليمون والليمون والنخيل. ايش انواع النخيل اللي موجوده معكم؟ النخيل النغال يزرعوها، النغال والقدني والمدلوكي والبرني. نعم. الزراعه الشتويه مهتمين بها الناس هنا، مثلا الزراع في ذي الفتره ايش اكثر يزرع الناس؟ الليمون والمانجو والنخيل، كل هذه الاشياء. يعني ما شاء الله جميل. كيف المياه معكم؟ والله زين الحمد لله. زين ان شاء الله. الله يحييكم. ايش انواع اسماء الافلاق اللي معكم هنا؟ والله فل الكبير. الكبير وفلي بوبعر. نعم. جميل، جزاك الله خير، بارك الله فيك، سعدت بالحديث اليك. نعم. احسنت. شكرا.